وكيل محمد صلاح ينشر نقطة على تويتر عقب تغيير صلاح في الدقيقة 61 خلال مباراة ليفربول وتشيلسي وخروجه غاضبا. هل نقطة من أول السطر؟ هل هذا تلميح أن صلاح سيرحل عن ليفربول خلال الأيام المقبلة؟ سوف ننتظر ونرى. الجميع غاضب على السوشيال ميديا لأن صلاح تم تغييره في هذه المباراة أثناء خسارة فريقه، بالرغم أنه كان من أفضل لاعبين ليفربول اليوم، وكان ماني وفيرمينيو أسوأ منه بكثير ولم يتم تبديلهم. واضح كده لنهاية صلاح تقترب في ليفربول. نتمنى لك التوفيق يا صلاح في أي نادي، احنا دايما هنبقى وراك في ظهرك وهندعمك، وان شاء الله ربنا يوفقك وتفضل دايما فخر العرب.